محمد واشفي. ابوي قال لي لا تطلع من البيت وطلعت. طلع سيد محمد. سيد محمد. نعم. تعال. ها اللي لابس وين رايح؟ اطلع بروح يا سيد حسين. هالحزه ظهر احد يطلع تصير ضربات شمس. يلا روح داخل بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد، واليوم حلقتنا عن أطيب ناس في الدنيا اللي هم الوالدين. وبداية الحلقة لا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا خليكم ويانا وتعالوا خلنا نشوف الأطفال. السلام عليكم. عليكم السلام. وش اسمك؟ مريم. سيد أنور. سيد حسين أنور محفوظ كاظم. سيد حسين أنور محمود كاظم. سيد منتظر سيد كاظم. سيد منتظر سيد كاظم. سيد محمد سيد كاظم. سيد محمد سيد محمد سيد كاظم. سيد محمد علي محمد. علي محمد علي صح؟ سيد حيدر. سيد أحمد. علي حسين علي. علي حسين علي الرابع. صف الرابع. علي حسين صف الرابع. من أعطيك أسئلة بسرعة، إذا أنت جاهز أطمى ضربة الجرس. جاهز؟ علي يقول جاهز يعطينا ضربة الجرس. جاهز. سيد حسين عطانا ضربة الجرس إنه هو جاهز. تحبين منها أكثر الأم ولا البابا؟ اثنينهم. اثنينهم. الأم. الأم. الماما. الماما. الماما والبابا. البابا والماما. البابا والماما. علي يقول حب البابا والماما. أمك. نرد نعيد السؤال. أمك لا أبوك. بابا. البابا. الماما. ماما. اثنينهم. اثنينهم. علي مصر إنه يحب الماما والبابا اثنينهم. كلش كلش ما تحب واحد أكثر من الثاني؟ بلى. من هو تحب أكثر عجل؟ خالتي مريعة. الأم. ليش الأم؟ في رواية إن الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأم. سمت هذه تحتاج ضربة جرس بعد. أدنى ضربة جرس. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. البابا. البابا. من شوي قلتين الماما. أرد بعيد السؤال. الماما ولا البابا؟ اثنينهم. اثنينهم. زين ليش أمك؟ ليش مو أبوك؟ لأن هي اللي ولدت. هي اللي ولدت. ليش تحبهم اثنيناتهم قد الشيء؟ لأنهم اللي ربوني، أمي هي ولدني، وهو أبوي اللي أعطاني فلوس اشتري الأشياء. الماما. الماما. زين ليش اخترت الماما؟ قلت الماما والبابا. قلت الماما والبابا. احنا لازم نحبهم اثنيناتهم صح لو مو صح؟ صح. ماما. الماما. ليش اخترت الماما؟ لانها احلى. لانها كلها تطبخ لي غدا حلو. كلها تطبخ لك غدا حلو. لو قالك ابوك جيب لي الايمان تودي الايمان؟ اقول لها من عيوني. من عيونك. تستاهل. انزين الماما. قلها من راسك ومن عيونك. من راسك ومن عيونك. لو يقول لك البابا او الماما جيب لي صحن، تجيب لي صحن؟ ليش تجيب لي؟ انا احب. لان تحبهم. شاطر حيدوك. ليش تجيب ليهم؟ لان انا بعد يوم صغير هم ربوني سووا لي اي شيء. الصراحه من بدينا البرنامج افضل اجابه جت لي من عند علي. يقول لأنه من يوم أنا صغير يرعوني أرد الدين إليهم. غمض عيونك علي بس بنعطيك شي بسيط. غمض عيونك. افتح افتح افتح. شفته؟ انزين هذا وايش؟ دائرة لا؟ انزين لو نقول لك سويناهم كذي. شفته؟ سويناهم مربع. سوي مربع. ونرجع إلى موضوعنا، إلى أحلى ناس في الدنيا. لو تقول لك الماما او البابا،
تساعدنا في شيء تساعدهم؟ ليش تساعدهم؟ ربون. وش تحب تساعد الماما في أعمال البيت؟ أنظف إياها. وش تنظف بالمكنسة؟ بالمخمة؟ المخمة والمكنسة. أهل تحب زين المخمة لو المكنسة؟ المخمة. شكراً يا مريم. شكراً سيد حسين، كنت ويانا الصراحة مشارك ممتاز. قبل لا ناخذ كلمة مستعد، عندنا مفاجأة، أضرب لك جرس. غمض عيونك، فتح عيونك، عندنا هني برتقالة، وهم ما عندنا شيء. أقلب هني يصير ما عندنا شيء. سرع البرتقالة، عاد نقلب وش في؟ وش في؟ يلا شو؟ الرد لسحبها سحبها. اكو شو؟ يمديك تطالع. تأكد شو؟ اكو هني مو مشكوك، شلون تطيح؟ نرد نجيبهم. تقدر تاكلها بعد برتقاله. زين يا سيدي انتظر، وصلنا لنهايه الحلقه. عندك شكر للماما والبابا او كلمه توصلها اليه؟ احبهم. تحبهم. شكرا على كل شيء. شكرا انت بعد سيد محمد. شكرا. وبعد عفوا حتى الناس. حتى الناس يقول علي، حتى الناس اقول لهم احبكم. زين سوي لهم، سوي لهم كذي. شكرا لانهم ربوني خلاني اصير كبير وعلموني. شاطر علي. سوي للبابا والماما مع السلامه وللكاميرا. مع السلامه. شكرا احبكم واجد. سوي لهم مع السلامه. شكرا. سوي للكاميرا مع السلامه. مع السلامه. زين قول للكاميرا مع السلامة وسوي لها سلامة. شاطر علي. وسوي للكاميرا مع السلامة. السلامة. سوي للكاميرا مع السلامة. السلامة. زين سوي مع السلامة. وعط للكاميرا مع السلامة. سوي لها مع السلامة. سوي للكاميرا ومع السلامة وبصرخة جيل الآيباد. مع السلامة. شاطر. جيل الآيباد. جيل الآيباد. جيل الآيباد. شاطر. جيل الآيباد. مرحبا أنا ريحان، أحكي حكاية في كل مكان، أحب أن أستكشف كل جديد وأتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد. لعلكم في شوق للالتقاء بريحان، وأنا سعيد جدا بلقائكم مرة أخرى. هيا بنا كالعادة نستكشف المعاني ونستخلص العبر. يوما ما قال لي المعلم إنه يجب أن نحترم أبانا وأمنا لأنهما يحبان لنا الخير دائما، ولا تقتصر معاملتنا معهم على ذلك فقط، فيجب علينا أن ندعو لهما ونساعدهما ونعاملهما بلطف. كل هذا يأتي بالحديث معهما بأدب واحترام، فهما من يواسيانا ويهتمان بنا، وهما من يرافقانا للمدرسة ويقرآن القصص والحكاية، كما يساعدون على إنجاز الواجبات. وقال لي المعلم أيضا علي ألا أزعج والداي بالصراخ وكثرة الطلبات، وكلما أردت شيئا أطلبه بأدب واحترام، وأسمع كلامهما وأطبقه كما ينبغي. ما رضى الله إلا في رضا الوالدين، ما بقى الكون إلا بحنان الأبوين. إلى اللقاء. وصلنا وياكم أحبابي لنهاية الحلقة، واعطونا رأيكم في التعليقات، وانتظرونا في حلقات قادمة. ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. يعني تبى تساعد أمك في المطبخ؟ إيه. عجل يا بيت جلال تاكل ينخفك توم من الغداء.
مين بتحب أكثر عجل؟ خالتي مريم. لا لا جت في بالي شعر نجيبه لو نجيبه يقول ليش انتهيت وياي ليش انتهيتي صرت انتهيت وياي صرت انهيتي يلا قول صوت قوي جيلي الايباد جيب الايباد السلام عليكم ليش تساعدهم لكيفك كيفك وسك في النظرة قال حشم طالت كاميرا لفت يمين يسار كذي سوليهم كذي سوليهم كذي سلام بس اسمك زهير لا عجل و وش اسمك كامل عندك عضلات خلنا نلعب اقوى لا شو 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 شو